بن شيخ، لماذا لا تعتقد بأن محرز يمكن أن يكون النجم الأول في الفريق رغم أنه فاز بجائزة لاعب الشهر هذا الشهر الماضي ويقدم أداءات قوية وأداؤه في الشامبيونز ليج لا يقل مستوى عن أدائه في البريمير ليج، حتى أنه المدافعين الآن في البريمير ليج يخافون من الاقتراب من محرز خشية أن يتلاعب بهم. في كل مباراة يبدع ويقدم لنا أشياء جميلة، لماذا لا تعتقد بأنه سيكون النجم الأول رغم أن غوارديولا في كل مرة يشركه أساسيا ويخرج لاعبين كنا ربما نعتقد بأنهم نجوم في السيتي ويبقي محرز في التسعين دقيقة؟ هو يلعب في محرز على حساب رأيي سي بور غاني ان جوار. نعم. ان جوار. نعم. محرز ملي بدا ملي بديبي تاعه هو يلعب. نعم. ما دارش دي كرون ماتش. تكذبوا على أرواحكم برك. نعم. تكذبوا على أرواحكم وتحبوا توريوا روحكم بلي أنتم جزائريين أحسن مني أنا جزائري. ولكن أنا نقول الحقيقة وربي سبحانه يعرف اللي يقول الحق واللي راهو يكذب واللي راهو يتنوفق. لليوم محرز هذه كيب هذه كيب حومه شاكتار هذه كيب حومه هذه شاكتار لوجيكمون هنا محرز كراك تقول راهو قوي وكذا هنا ماركا واحد ثلاثه راهو دخل بالبالون دار كروشي رجعها من رجعنا هنايا اكسيون اللي خارجه على القطاع قال لك سيلفا ضربت فيه سيتان سونترون فورس بويسونس خبطت فيه دخلت. احنا واش كنا نقولوا ملي نبي قلت لك انا العام اللي فات ان شاء الله محرز يسيني في سيتي اون تروا شوز نقولوا لك باسكو كثر الهضره بزاف القيل والقى الناس ما طاعش كره القدم والناس غير تنمم وين نو ريان افوار مع الفوتبول ما يحبوش يكونوا جوست ان كلكان كي دوا بارلي دو فوتبول لازم يكون حقيقي ما لازمش يبدا يتنوفق ويفياس وخلي امور اخرى. قلت لك الحاجه الاولى ان شاء الله نشوفوا محرز في سيتي لان باش نجي ولا نجي جيوه في لا فري فالور تاعو الثاني الحمد لله راهو في سيتي الثانيه لليوم انا مازال ما شفتش محرز داير دي كرو ماتش تاميليورا شويه لي ماتش لعب خير من الاولين نعم لعب خير من الاولين ولكن اليوم انا ما نجيجيش محرز مع شاكتار ما نجيجيش محرز مع الماتش ماشي الاخرين اللي فات هذاك اللي كيبقى انا ضعيفه فهمتي انا نجيجيه كونتر ليفربول كونتر ارسنال كونتر تشيلسي كونتر اليونايتد لي زيكيب لي سوليد ويدير مقابله في القمه نتكلموا عليه ولو نتكلموا عليه الا بالخير نعطيو له الحق ديالو مليون شاكتار شفت ناس ستيرلينغ ماركا بيت في روعه ستيرلينغ ما تكلمتوش على ستيرلينغ ماشي جزائري نعم نتكلموا على كرة القدم احنا نتكلموا على الجزائريين ولا نتكلموا على الجزائر نديروا حصة غير على نتكلموا على كرة القدم بالشيخ لكن يهمنا محرز أكثر منهم لأنه جزائري لا يهمنا محرز نتكلموا عليه كما يهمونا كاع يا سيدي لي زاجيريان اللي يلعبوا اون أوروب بصح كنت في اون بارتي تشوف البيت تاع ستيرلينغ سي ان بيت اكسترا اوردينار اللي دار وخم ويبينيتري وكذا ويزدي بلاصيها له بيت شمال ونعاود نولي المؤمن كي قال لك اعلى علامه علامه لا اليوم باش تتعلم الفوتبول خويا مؤمن اليوم لي ستاتيستيك تاع المقابله هذه احسن لاعب خيسيس نقول لك علاش باسكو سجل ثلاث اهداف في الاوروب يهضروا بلغه الارقام ما يهضروش بلي سونتيمون كيما تهضر نتايا صح ما طاولوا كاع ما طاولوش اليوم احسن لاعب في المقابله خيسيس ما تقوليش دخول اه محمد تفضل قال لك هو احسن لاعب دخلت انا اسمع انا مانيش نهضر هاي ليك احسن لاعب هاي ليك العلامه العلامه هاي ليك خسيس احسن لاعب واش نسيت هذا قلت لك اجماع اجماع لا ما تقوليش اجماع اسمع اسمع يهضروا بلغه الارقام انت راك تهضر بك مؤمن انت تهضر بحب انت مسؤول على كلامك لا يا شو مسؤول اليوم انت يا كومون صاص فيه يمد واحد ان باس ديسيزيف ويسجل هدف احسن لاعب المباراه واللي سجل ثلاث اهداف ماشي احسن لاعب دوك على لازم تكون كلوجي دوك ولاك حايب زعما دوك نهضروها ولاك حايب زعما الجمهور الرياضي زعما باش نهضروا على محرز باش تولوا تحبونا هذه شوف هذه ما كاش منها هذه لازم تنحيها شوف لازم تتعلم لازم كي دير لازم كي دير احصائيات توعك لازم تهضر بلغه الارقام لازم تهضر لوجيك ماشي قال محرز الجيريا نهضروا بالون